هاي، كيفكم؟ أتمنى تكونوا بخير إن شاء الله. اليوم جايبة قراءة عاطفية لبرج القوس، رح أحاول أحكي فيها عن مشاعر الحبيب، مشاعر نوايا الحبيب، مشاعرك أنت كذلك، نواياك. رح أحاول أشوف مستقبل العلاقة بيناتكم، حتى رح أتحدث أنا عن العزاب، رح أشوف هل في شخص جديد هون أو لا. أوكي، يعني اللي بدي أقول أنه هذه القراءة تنطبق على البرج الشمسي والقمري والطالع. إذا حسيت أنه هذه القراءة لا تعنيك أو لا تتكلم عن طاقتك أنت، بحاول تشوف فيديوهات تانية اللي هي البرج الطالع أو البرج القمري. بدي أقول شغلة كمان، على أنه هذه القراءة تقبل أن تكون عكسية. يعني شو عكسية؟ الأشياء اللي بحكيها عنك ممكن تنطبق على الشريك، والأشياء اللي بحكيها عن الشريك ممكن تنطبق عليك. هذا كل شيء، وما تنسوا تعملوا لي لايك وسبسكرايب لقناتي تدعموني، وشكرا لكم. أوكي، بداية يا برج القوس، كأنه أنا عم شوفك كأنه كنت أنت والحبيب بخصامات، حاليا أنت صرت متقبل فكرة الرجوع، فكرة مصالحة، فكرة لمة. عم شوفك كأنه في نية للرجوع أو رجعت للشريك. عم شوف كذلك أنه يعني كل الخصامات اللي كانت بيناتكم انتهيت حاليا. عم شوف طاقة الشريك صراحة بطاقة الفرحان اللي عنده كتير أشياء، يعني سعيد. عم شوفه كذلك ممكن انتوا رجعتوا لبعض، كانوا هذه الطاقة في رجوع لبعضكم. يعني حاولتوا انه تحسنوا الاوضاع بيناتكم. عم شوفوا سعيد بهذه المرحلة، عم شوفوا بحس باحاسيس كتير قوية تجاهك، في حب، في اشتياق، في كتير اشياء. عم شوفوا عم يكتب لك كل يوم، يحكي معك الواتساب او الفيسبوك او ما بعرف شو، بس بيحكي معك بلهفة، بحب، بنشاط، بسعادة. هذا الإنسان كتير يحبك. عم شوف كأنه مشاعرك نحو هذا الإنسان في بدايات، أنت حاليا كأنه أنت أعطيته لهذا الشخص فرصة جديدة بحياتك. عم شوف في بدايات نحو الاستقرار. عم شوف حتى الحبيب يا برج القوس، على أنه يشعر بأشياء ما حسها من قبل، كأنه كان ما عم يشوف فيك، على أنه أنت شخص تصلح للزواج، وكان ممكن آخذ الأمور على أنه انبساط وضحك وتهذير وما بعرف شو، وبالأخير تعرف على أنه أنت الشخصية المناسبة لإله. عرف انه انت الشخص الذي يجب ان يكمل معه حياته. عم شوف في تغيير جذري، تغيير كلي حصل له، وغير تفكيره، غير مشاعره. هذه اللي يعني الفراق اللي كان بيناتكم جعله يعني يحس بمكانتك، يشعر فيك اكثر، صار يحس على انه انت الشخص المناسب بحياته. لهيك هو رجع لإلك وطلب السماح منك. عم شوف كأنه إذا ما طلب السماح، بس عن قريب رح يطلب السماح، لأنه عم شوف طاقة برج القوس يعني حاليا يعيش بصلحة مع الشريك. حتى الأشياء اللي ما كنت عم تحبها أنت بهذا الإنسان، كأنه أنت ما كنت عم تحس معه باستقرار، كأنه هذا الإنسان كان يحسك أنه أنت مش ولا بد، وما عندك، يعني ما كان يهتم فيك هذا الإنسان، وكان عم يحسسك بعدم الاهتمام. وهذه الأشياء جعلتك أنت يا برج القوس تحاول تبتعد عنه. ممكن هذا هو سبب الخصام. حتى الشيء الإيجابي اللي عم تحبه فيه أو متحسه شيء جميل في شخصيته، عم شوفك بتحس فيه وروح المثابرة، بتحب فيه. وكذلك إنه كان معك بلحظات كانت أليمة بالنسبة لإلك، كان بيكون معك، عم تتذكر فيه أشياء حلوة، على إنه هو يحقق حاله لحاله، شخص كتير مناضل، شخص كتير مجتهد، يسعى إلى الشيء لحتى يحققه. عم شوف حتى انت او اللي هو مشى
مشاعره، الأشياء اللي ما بحبها فيك، عم شوفه كأنه بحسك شخص قوي جدا. ممكن إذا كنت امرأة فهو لا يحب النساء القويات اللي متجبرات عليه، فهو ما بحب هالشغلة فيك. فإذا كنت رجل فأنا عم شوف هذه المرأة تنظر على أنه أنت شخصية هيك قوية وما بتعطيها فرصة للحكي، ما بتعطيها فرصة للنقاش، شخصية مستبدة إذا بدنا نقول. أوكي، عم شوف حتى الأشياء الإيجابية اللي عم يشوفها هو فيك، عم شوفه على أنه بحب فيك لأنه أنت شخص بالرغم من كل شيء ما نسيته أبدا، بالرغم من كل شيء عم تضل تحافظ على هذه العلاقة، بتسامحه دائما، بتنسى كل الخصامات وكل الخلافات اللي بيناتكم، عم يشوفك على أنه أنت شخصية ثابتة جدا وما بتنسى الخير وما بتنسى العلاقة، يشوفك على أنه منك شخصية مهزوزة أو شخصية مو ثابتة أبدا. أوكي، حتى ناوية عم شوف نيتك أنت تجاه هذا الإنسان، لساتك يعني حاطته ب تحت المراقبة، ممكن لسه معطيه فرصة إنه أو معطيه النية الكاملة على إنه هذا الإنسان أنا سعيد معه كليا. أوكي، لأنه هو غدر فيك زمان، ممكن عمل أشياء منا حلوة زمان، لهيك أنت حاطته قيد التجربة حاليا. ممكن خطواتك كتير متمهلة معه، حتى هو عم شوفه نيته أنه يصلح الأمور، أنه يبدأ بداية جديدة نحو صلحة. إذا كان في شخص كان يحول بينك وبين هذا يعني بين هذه العلاقة، فعم شوف يعني الأشياء عم تزول، الأشياء عم تروح، عم شوف يعني أوضاع عم تتحسن. إذا مستقبل العلاقة، إذا بدنا نحكي عن مستقبل العلاقة، فأنا عم شوف العلاقة تؤول إلى شيء من ال يعني جيدة جيدة. هذه العلاقة عم شوفها إلى مستقبل جيد، بس هذه العلاقة لازم تشتغلوا عليها، لازم كل واحد يتغاضى عن أمور أو يتنازل عن الأمور الأخرى. دائما العلاقة لازمها تنازلات بالحياة. أوكي، أما بالنسبة للناس اللي عزاب، إذا بدنا نحكي عن علاقتهم هل في شخص جديد، فأنا عم شوف إنه أوكي في حدا جديد، حدا رح يطلب السماح منكم، حدا كان يعني مبتعد عنكم له زمان، ممكن كان شخص بعيد عنكم كل البعد، يعني ببلد وانت ببلد، عم شوفه بيطلب السماح بيترجى، عم شوفه بده يكمل معك حياته. هذا الانسان صادق جدا جدا، يعني ندم عن كل الامور اللي حصلت معه. إذا كان هو بعلاقة سابقة مع شخص آخر وكان عم يخونك، فهذا الإنسان ندم على هذه العلاقة وعم شوفه بده يرجع العلاقة إلى ما كانت إليه. إذا كنتوا أنتم متطلقين، فأنا عم شوف الشريك بده يرجع وبده يزوج منك. أوكي، بده يحسن الأمور إلى شيء جيد. عم شوف الإنسان، يعني أنا عم شوف بالنسبة للعزب بالضبط، الناس اللي بالعزب عم شوف علاقتهم جيدة جدا، وعم شوف هذا الإنسان نادم يعني من قلبه، حتى عم شوف إنه ممكن أنتوا ترجعوا لبعض وتحسنوا الأمور. بس يعني هذه الرجعة رح يكون فيها كلام تجريحي، كل واحد رح يحكي اللي بقلبه، كل واحد رح يقول اللي حاسس جوا. عم شوف في كل واحد كان شايل جواته شيء يؤلمه سيقوله بهذه اللقاء. رح يحمل هذا اللقاء كتير من المشاعر، كتير من الحكي، كتير من العتاب. عم شوف هذا الإنسان صراحة ندمان على ابتعادك من يعني عنه، وشخص قدر قيمتك لما ابتعد عنك. وعم شوف حتى في ندم شديد، وبده يرجع الأمور إلى ما كانت إليه. أما الطاقات اللي عم تطلع عندي، عم شوف برج العقرب، عم شوف برج الحوت، عم شوف كذلك حتى برج العذراء، برج الثور، عم شوف
برج الجدي، برج الجوزاء، يعني تقريبا كل الأبراج بهذه القراءة. برج الأسد كذلك يظهر بهذه القراءة، عم شوف تقريبا كل الأبراج وكل الطاقات. أوكي، أما عن الأوراكل كاردز أو النصائح اللي بتطلع لي، رح أحاول شوف برج القوس. بقول لك انه هذا الانسان اللي عم تعرفه هو من علاقة من الماضي، يعني كأنه هو الناس اللي عم تآمن بالتناسخ الارواح، فهذه الكارت لألون. اوكي، لانه هذا العلاقة من زمن ماضي، ارواحكم كانت باجسام اخرى وكنتوا عم تحبوا بعض، لهيك بقول لك انه هاي ريليشن شيب، باست لايف ريليشن شيب. اوكي، يعني هيدي العلاقه من دو زمن قديم. بقول لك انه لازم تعطي فرصه لهذه العلاقه، او لازم تعطي فرصه للشريك الاخر. وبقول لك اشتغل على علاقتكم، واشتغل على هذا، على حتى يعني تعاملك مع هذا الشريك، وبشوف انه ممكن يكون في زواج. اوكي، بيناتكم عم شوف انه هذه الرجعة ممكن للبعض، رح ترجع لك هذا الانسان، وممكن للبعض اذا كنتوا متزوجين من قبل، وممكن ترجعوا تتزوجوا من جديد اذا اتطلقتوا. عم شوف في رجعة وفي تحسين للامور، يعني الحمد لله انه في رجعة وفي تحسين، لانه هذا الانسان قدر قيمتك بالنسبة للعزاب، وحتى بالنسبة للناس اللي مرتبطين وكانوا بعلاقة وحاليا بعلاقة. حتى الناس العزاب عم شوف شخص يعود من الماضي ليطلب السماح منكم. عم شوف انه في كمان عم يطلع لي هنا جينيريشن، هذه لما بتطلع لما بتكون علاقة منذ زمان، وعم ترجع وتروح وترجع وتروح، وانتم مرتبطين، يعني وانتم مرتبطين مع بعض، مو قادرين تبعدوا عن بعض، لذاتكم يعني في علاقة كتير وطيدة مع بعض. عم شوفكم عم تأذوا بعض ومو قادرين تبعدوا عن بعض. حتى عم شوف بقول لك انه النصيح، اذا انت تحس انه ما في مشاعر، ما في حب، يعني العلاقه منا جيده، فلازم تحسن جوا عشان العلاقه تنجح. اكيد بقول لك انه في صدق بالمشاعر، يعني هذا الانسان كتير صادق بمشاعره لإلك، يعني حاول انه تصدقه، لانه عم شوف في صدق بالمشاعر بالنسبه للعزاب وحتى للمرتبطين. عم شوف في صدق للمشاعر يشعر هذا الإنسان بالنسبة لإلك. أوكي، عم شوف كذلك بيقول لك إنه لازم إنه تكون قوي، وإنه تقوي هذه العلاقة. يعني عم شوف في حب، وعم شوف في كل شيء، بس بقول لك انه لازم تقوي العلاقة، لازم تعطوها، لازم تشتغلوا عليها، لازم تعطوا فرصة للشريك الآخر، لأنه عم شوف في لأنه هذا الإنسان صادق، يحمل بداخله مشاعر كتير صادقة لإلك. ممكن تغير هذا الإنسان، وحاليا كتير أشياء تغيرت بالنسبة له، تغيرت أولوياته بالحياة، وعم شوفه بفكر بشيء، يعني تغير تفكيره كليا. لهيك بنصحك الورقة انه تعطيه هذا الانسان فرصة. اوكي، هذا كل شيء بيطلع عندك يا برج القوس، بتمنى لك كل الخير والمسرات، وما تنسوا تعملوا